الموضوع موضوع علمي فكري ثقافي تاريخي أنثروبولوجي، والحديث على البروتوكول ماشي طابو في المغرب أبدا. بعض الناس كيتوهموا أنه طابو، الأمر ليس كذلك. كل مصادر تاريخ المغرب والمراجع التاريخية في المغرب كتكلم عليه. أنا لست أول من يتحدث في هذا الموضوع، إنما حاولت أن أطور وأوسع الرؤية حول هذا الموضوع وأجعل منه موضوعا للتأمل والتحليل والفهم، وحاولت نبسطه لعموم الناس في هذا الدرس. الجانب الآخر المتعلق بالصعوبات، بالتأكيد كل بحث علمي له صعوبات، إما متعلقة بطبيعة التخصص ديال الباحث كتكون عنده واحد المحدودية أحيانا، إما بطبيعة المراجع والمصادر ما كتكونش متوفرة، وأيضا بالنسبة للبحث أنثروبولوجي لا بد له من بحث ميداني، والبحث الميداني كيكون مع الفاعلين اللي كيمارسوا هذاك البروتوكول. لذلك يبدو أن مثل هذا الأمر في ظل ما أسميته بواجب التحفظ اللي كيميز عادة الموظفين ديال البروتوكول، كيتكلموش في أمور ديال المهنة ديالهم لأنه فيها بالنسبة لهم أسرار ديال الدولة، هذا كيطرح صعوبة معينة. بالعكس، من الأفضل أن يتحدثوا وأن يدافعوا عن هذا البروتوكول ويفسروه ويشرحوه، وهذا شيء مهم جدا. أنا كنعتبر أنه مكسب ثقافي تاريخي مجتمعي سياسي، وأنه جزء من الرأسمال الرمزي الوطني وجزء من الاقتصاد الثقافي في المغرب. اختيار ديال السي حسن نجمي، الدكتور حسن نجمي، فهو تنظن امر بديهي، لانه اعتبره ونعتبره جميعا قامه من القامات الفكريه المغربيه التي تتميز بالنسبه لي، وهذا كان من مبررات ديال الاختيار ديالو، وكذلك الاختيار ديال مجلس المؤسسه. كيف ما قلت في المداخله، راه كان اقتراح مني لمجلس المؤسسه، ولكن القرار كان بمباركه مجلس المؤسسه، فذلك لانه يجسد هذا الباحث المتميز اولا، لانه يشتغل في اطار علمي ونظري ومنهجي يروم الى الموضوعيه والى المساهمة في جميع ما يتصل بالقضايا والمسائل العلمية التاريخية الاجتماعية السياسية إلى آخره، وهذا هو الأساس اللي كان في هذا الاختيار، هذا وهو درس من بين الدروس التي ننظمها سنويا منذ عقود. تقريبا انتهينا من التجميع ديالو، ونحن الآن سننتظر شيئا ما سي حسن باش يمدنا بهذه المداخلة ديالو المكتوبة ونضمها لهذا المؤلف اللي فيه تقريبا تكون واحد 13 أو 14 درس افتتاحي. راه استقبلنا السي عبد الهادي التازي، سيكسو أساتذة أجلاء، سيكسو أستاذ رحمة بطية، أستاذ القبلي المؤرخ الكبير، المؤرخ ديالنا إلى آخره، يعني قامات فكرية مهمة جدا، وخصنا الطلبة ديالنا يعرفوها، وخصنا الأساتذة ديالنا تاهما يعرفوها.